السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة التعليم الصناعي نظام 3 سنوات. أهلا بكم في برنامجنا الجديد في بيتنا مدرسة. أعزائي الطلبة والطالبات، الصف الثاني ثانوي الصناعة نظام 3 سنوات، تخصص ميكانيكا، مادة تطبيقات التكنولوجية وهي الميكانيكا. موضوع حلقتنا النهاردة هيكون محصلة عدة قوة. أهلا بكم. قبل ما نخش في موضوع الحلقة النهاردة محصلة عدة قوة، هراجع مراجعة سريعة عشان بعض الطلبة اللي ما شافتش الحلقة الماضية، وهي القوة. خدنا في القوة أنواع القوة: قوة شد وقوة ضغط وقوة رد فعل وقوة جذب وقوة تثاقل. يبقى دي أنواع القوة. بعد كده عرفت وحدات القوة، وخدت بعض حالات اللي احنا هنراجعها سريع، محصلة قوتين وبينهم زاوية حادة أو منفرجة. جبنا فيها مقدار المحصلة واتجاه المحصلة. قلنا مقدار المحصلة رمزنا بيها بالرمز ح، هنعمل جذر كبير قف واحد تربيع زائد قف اتنين تربيع زائد اتنين قف واحد قف اتنين جت الزاوية. ده مقدار المحصلة. اتجاه المحصلة قف اتنين جاي على قف واحد زائد قف اتنين جت الزاوية. ليه ايه؟ كده ما بيكون عندي قوتين متلاقيتين في نقطة وبينهم زاوية حادة او زاوية منفرجة. الحالة التانية في حالة قوتين متعامدتين، اي تكون الزاوية قائمة، يعني الزاوية 90 درجة. برضك هجيب مقدار المحصلة واتجاه المحصلة. المقدار المحصلة رمزنا ليها بالرمز ح، ان ح بتساوي جذر قف واحد تربيع زائد قف اتنين تربيع. يبقى ده القانون ده بتاع مقدار المحصلة. ازاي اجيب اتجاه المحصلة؟ اتجاه المحصلة هي قف بتساوي قف اتنين على قف واحد، يبقى ده الاتجاه اللي انا هجيبه للمحصلة. عندي حاجة تانية وهي تالت حالة، اما يكون القوتين في اتجاه واحد يكون ح بتساوي قف واحد زائد قف اتنين. الحالة الرابعة لو كانت القوتين في اتجاهين متضادين، يبقى المحصلة هنا ح بتساوي معيار قف واحد ناقص قف اتنين. طيب لو انا جيت خدت بعد كده في حالة قوتين متساويتين في المقدار وكانت الزاوية كاملة، يبقى اخد الزاوية الكاملة اقسمها على الاتنين. لو اداني نصف الزاوية، لو اداني، يبقى اضرب نصف الزاوية في اتنين زي ما خدنا في التطبيقات الحلقة الماضية. يبقى القانون هنا بتاع مقدار المحصلة في حالة قوتين متساويتين، يبقى ح بتساوي اتنين قاف جتا ي على اتنين. كده دي قوانين القوة، وطبقنا عليها الحلقة الماضية، وهنستكمل النهاردة في حلقتنا محصلة عدة قوة. يبقى كده هنستكمل عدة قوة، يعني أكثر من قوتين، يعني ممكن 3 قوة 4 قوة 5 قوة وهكذا. يبقى طالما محصلة عدة قوة يبقى أكثر من قوتين. لابد قبل ما أخش في الحلقة وأعرف ازاي محصلة عدة قوة، اول حاجة لابد ان الطالب يعرفها الاتجاهات. رسمة اللي هي اتجاهات بتاع محور السينات ومحور الصادات، مفيش مسألة هتعرف تحلها الا عن طريق الرسم. يعني لازم هرسم ومن الرسم عن محور السينات هطلع القيمة بتاعتها ومحور الصادات اطلع القيمة بتاعتها. طبعا عندي المحاور الاساسية محور السينات ومحور الصادات. محور السينات اللي هو الافقي، العمودي محور الصادات. طبعا محور السينات النص اللي على اليمين بيكون موجب وعلى الشمال بيكون سالب. محور الصادات الجزء اللي اعلى بيكون موجب والجزء اللي اسفل بيكون سالب. يبقى الرسم اساسي. دي حاجه قلنا الحلقه الماضيه بالنسبه للزاويه 30 جو جتا والظا، وبرضك نفس الطريقة بالنسبة لل 45 الجا والجتا والظا، والزاوية 60 جا وجتا وظا. لابد ان الطالب يكون حافظ النسب المثلثية كويس جدا،
لكل زاوية من هذه الزوايا. مش هعرف احرك المسألة تحليل على محور السينات ولا محور الصادات الا عن طريق الجا والجتا، عن طريق الجا والجتا. وانا بشتغل على المحاور لابد ان الطالب يعرف اتجاه الشمال فين والجنوب والشرق والغرب، دي حاجة مهمة جدا. وانا بحلل على قدر ما الطالب شغال بالنسبة لمحور السينات، جميع القوة اللي انا هحطها على محور السينات تكون بالجتا عشان يبقى موحدها، ما يبقاش فيه جا وجتا. اخد بواسطة متممات الزوايا، بواسطة متممات الزاوية بتتمم الزاوية، يعني بتخلي الزاوية قائمة 90، لو كانت هي 30 يبقى الباقي كام عشان تتمم الزاوية 60. يبقى ما اجي اخد الزاوية بتميل على المحور الافقي تاخد الجتا والعمودي ياخد الجا. قوة بين الاولى والتانية 30، يبقى الزاوية بين الاولى والتانية 30 احللها، يبقى المستوى الافقي هياخد جتا والعمودي ياخد جا. اشغلها بواسطة متممات الزوايا، يبقى العمود هياخد الجا والمستوى الافقي اللي هو محور السينات هياخد ايه؟ الجتا. تعال نبص مع بعض كده ونشوف بالنسبة لحلقتنا النهاردة، انا اديت فكرة عامة بالنسبة لمحصلة عدة قوة. تعال نشوف محصلة عدة قوة، هنشوف الاتجاهات ازاي. اول حاجة عندي محصلة عدة قوة، عاوز اجيب مقدار المحصلة واجيب اتجاه المحصلة. قبل ما اجيب مقدار المحصلة واتجاه المحصلة، انا عندي الاتجاهات الشمال الجنوب الشرق الغرب. خلي بالك من الاتجاهات دي، مهمة جدا في بداية المسألة وانا شغال، اما يجي يقول لي مثلا شمال الشرق جنوب الغرب او غرب الجنوب، يبقى انا لو حطيت الاتجاهات بتاعت الاربعة غلط يبقى المسألة هتطلع غلط. يبقى انا اكون عارفها كويس جدا، شمال بدايتي من العمودي على محور الصادات موجب، والجنوب يكون على محور الصادات سالب، الشرق بيكون على محور السينات موجب، والغرب بيكون على محور السينات سالب. تعال نشوف مقدار المحصلة. مقدار المحصلة ح بتساوي جذر س تربيع، يبقى كل القوة اللي محطوطة على محور السينات بعد اما صف المسألة هطلع قيمة س، وبعد كده اخدها واحطها تحت الجذر بالنسبة س تربيع، اربعة يبقى اربعة تربيع زائد ص تربيع. اجيب برضك على محور الصادات القوة اللي واقع عليها من الشمال لغاية ميم دي موجبة، ومن ميم للجنوب دي سالبة، وبرضك محور السينات من الشرق الميم موجبة، ومن ميم للغرب تكون سالبة. اخد قيمة صاد وايه اربعها، جيب تسعة يبقى تسعة تربيع، وسين تربيع يبقى جمع سين تربيع بكام وصاد تربيع بكام، يبقى انا هطلع القيمة مقدار المحصلة. اتجاهها، اتجاه المحصلة اقول اللي ظالم بتساوي س على ص ولا ص على س، محور الصادات على محور السينات، يعني ظ بتساوي ص على س. هنا انا دلوقتي اشتغلت وعرفت بالنسبه لمحصله عده قوه بعمل فيها ايه، عرفت القانون مقدار واتجاه المحصله. طب انا اشتغلت مقدار واتجاه المحصله وحطيت القانون كويس جدا، ان ح بتساوي جذر س تربيع زائد ص تربيع، تمام، والظلام ص على س. انا هتبقى مشكلتي رسمه المساله، لا انا بطلع قيمه س من الرسم وبطلع قيمه ص من الرسم. يبقى لابد ان انا اكون عارف اذا كان الدهاني بواسطه الاتجاهات شمال جنوب شرق غرب، اكون عارفها كويس جدا وكون موضوع وضع صح. تاني حاجه، اذا كانت القوه من الدهاني ما بين القوه التانيه 30 درجة، ابقى انا اكون طبعا عارف جا 30 بكام وجا 30 بكام. اداني القوة بتاعتي ما بين التانية والتالتة 120 درجة، باخد القوة ما بين التانية والتالتة 120 درجة، باخد بقى هنا المكملات عشان اخلي المحور السينات بيكون موجب. طبعا اتجاه الموجب ازاي؟ يعني اتجاه الافقي اللي هو محور الصدى السينات، اتجاه الافقي بتاع محور السينات. يبقى انا هنا باخد كل الاتجاهات بتاعتي في محور السينات هتكون موجبة، ومحور الصادات هتكون ايه؟ موجبة برضك.
ما هو الاتجاهين هيكونوا في موجب وسالب، وده هيكون في موجب وسالب، بس هخلي محور السينات هنا بالجتا ومحور الصادات هيكون بالايه؟ بالجا. هنيجي نشوف اول مسألة هنشتغل عليها ازاي. يبقى قبل ما نبتدي نشتغلها هنيجي نعمل ايه؟ هنطلع بيانات المسألة، وبعد ما اطلع بيانات المسألة هشوفها هل بالاتجاهات بالشمال والجنوب والشرق والغرب، ولا مفيش اتجاهات وفي قوة وزوايا الأولى والثانية 30، الثانية والثالثة 60، أعرف إزاي؟ بواسطة الإيه؟ الاتجاهات، وأراعي إن أنا أكمل بواسطة إيه؟ ها؟ المتممة، الزاوية المتممة، عشان أخلي محور السينات جتا ومحور الصادات إيه؟ جا. تعال نشوف أول مسألة بتقول إيه؟ مثال واحد، قوة مقاديرها 6 و4 و3 و3 جذر 3 ثقل كيلو جرام، بحيث كانت الزاوية بين القوة الأولى والثانية 120 درجة، وبين الثانية والثالثة 60 درجة، وبين الثالثة والرابعة 90 درجة، أوجد مقدار المحصلة أو اصحاح والزاوية التي تصنعها مع القوة الأولى. يبقى أنا في الحالة دي أبص على حاجة، أنا الزاوية بين الأولى والثانية ما بين 6 و4 120، وبين 4 و3 اللي هي إيه؟ القوة كام؟ 60، وبين الثالثة والرابعة 90. أبتدي أنا هنا أطلع بياناتي وأبتدي أعمل محور السينات ومحور الصادات، وأشوف أنا هشتغل إزاي على محور السينات ومحور إيه؟ الصادات. عملت المحورين، محور السين ومحور الصاد، تمام. همسك قوة قوة. القوة الأولى اللي أنا هاخدها قال لي إيه؟ بين الأولى والتانية كام؟ 120 درجة. الأولى والتانية 120 درجة. طيب الربع الأول 90 درجة. هخش على الربع التاني هاخد منه كام؟ 30. 30 و90 يبقى 120 درجة، تمام. انا قلت في الاول انا هاخد المتممة، انا ممكن احط الزاوية بتاعتي 120 درجة، يبقى الزاوية بتاعتي هاخدها هنا على عمودي جتا. لا، انا عاوز اخد المتممة للزاوية، مش انا خدت 30 فوق على الربع التاني، المتممة ليها كام؟ 60 درجة الباقية، اللي هي الزاوية ما تضغط على المحور الافقي تاخد جتا، والتانية تكون عكسها تاخد جا، تمام. وبين الثانية والثالثة كام؟ 60 درجة. طب هي ما بين التانية والتالتة 60، يبقى تقع على محور السينات سالب اللي هي القوة كام؟ 3. وما بين الثالثة تالتة والرابعة كام؟ 90 درجة. يبقى من عند محور السينات سالب إلى محور الصادات سالب هي اللي 3 جذر 3، يبقى تقع على العمودي بالنسبة لمحور الصادات سالب. حللت القوة بتاعت 4، يبقى العمود هياخد 4 جا 60، والأفق هياخد 4 جتا 60 اللي هو محور السينات. أبتدي آخد المحور الأفقي اللي هو س اللي هو محور السينات. س بتساوي 6، النص التاني إيه في محور السينات؟ إيه؟ سالب، ناقص 4 جتا 60 ناقص 3 بتساوي 6 ناقص 4 جتا 60 بكام؟ بنص، ناقص 3 يبقى 6 ناقص الاتنين مع الاربعة يبقى فيها 2، ناقص 3 هجمع السالب مع السالب يبقى ناقص 5، يبقى 6 ناقص 5 هتطلع 1. يبقى كده خلصت محور السينات بالراحة واعرف الزاوية صح. يبقى لاحظت ان انا عمال اقول لك احفظ الزاوية 30 بالنسبة لجا وجتا والظا، وجا وجتا وظا بالنسبة ل45، وهكذا بالنسبة لل60، طلعت كلمة س بواحد. تعال نشوف محور الصادات هنحلله ازاي. 4 جا 60 ناقص، عشان النص اللي تحت سالب اللي هو محور الصادات، النص ايه اللي في اسفل بيكون بإشارة سالبة. 4 جا 60 بكام؟ بجذر 3 على 2، ناقص 3 جذر 3 على 2 مع الاربعة يبقى فيها 2،
يبقى 2 جذر 2 ناقص 3 جذر 3 تطلع لي هنا بكام؟ بناقص جذر 3. طلعت قيمة س وطلعت قيمة ص. خلي بالك بقى، أحط القانون لإيجاد مقدار المحصلة. هنا أحط ح بتساوي جذر س تربيع زائد ص تربيع، تمام؟ س تربيع طلعت لي بواحد تربيع يعني واحد، وهنا زائد ما بين قوسين ناقص جذر 3 تربيع، يبقى هنا هتطلع لي 1 زائد 3 بتساوي 4، يبقى جذر الـ4 طلع كام؟ 2 مقدار المحصلة. اتجاه المحصلة اللي هو ص على س، ص بناقص جذر 3 على 1 يعني ناقص جذر 3. لو كانت طلعت الزاوية جذر 3 يبقى هنا كام؟ الزاوية هنا هتكون كام؟ ظلها كام؟ لو كانت موجبة، لو كانت موجبة يعني جذر 3 يبقى 60، لكن هنا ناقص جذر 3 على 1 يعني ناقص جذر 3، يبقى الزاوية التي ظلها ناقص جذر 3 بتساوي كام؟ 100 وكام؟ و20. 120 درجة. يبقى دي مقدار الزاوية، يعني بيقول لي الزاوية التي تصنعها مع القوة الأولى. يبقى أنا هنا فهمت بالنسبة للمسألة عشان الطالب يبقى عارفها إيه هي. أول حاجة هتقرا المسألة كويس جدا وأشوف الزوايا ما بين القوة الأولى والقوة الثانية كام، وما بين القوة الثانية والثالثة ما تهبش من المسألة، والثالثة والرابعة والخامسة والستة، ثلاث قوة زي 8 9 قوة هي هي، بس أمشي أعرف بين الأولى والثانية كام زاوية، والثانية والثالثة مديني الزاوية كام، والثالثة والرابعة كام، والرابعة والخامسة كام، وابتدي أحلل على المحور الأفقي اللي هو محور السينات، وابتدي احللها على محور الصادات جوجتا، امسك محور السينات اجمعه كله بعد على الملتقى على الشمال في محور السينات هيكون سالب، وبالنسبة لمحور الصادات هاخد النص اللي فوق ده هيكون موجب، وبعد كده النصف الاسفل هيكون سالب، اجمع واطلع قيمة س، واجمع بالنسبة للصادات واطلع قيمة ص، احط جذر بتاع مقدار المحصلة ح بتساوي س تربيع زائد ص تربيع، واطلع من تحت الجذر القيمة بتاعتها بتاعت المحصلة مقدارها كام، وبعد كده اذا طلب مني اتجاه المحصلة اقول ص على س، يبقى اخد ص على محور السينات س، اشوف طلعت الزاوية بتاعتي او القيمة بتاعتي طلعت كام. يبقى دي مسألة بثلاث قوى، نفس خطواتها في 4، نفس خطواتها في 5، بس اكون مراعي الرسم هو اساس حل المساله. ما انا مش هعرف احل المساله الا عن طريق الرسم، محورين، محور السين ومحور الصاد. تعال بص في مثال 2 بنعمل ايه؟ مثال 2، ثلاث قوى متساويه تؤثر في نقطه ماديه مقدارها لكل منها 40 سكل جرام، والزاويه بين القوتين الاولى والثانيه تساوي الزاوية بين القوتين الثانية والثالثة تساوي 60 درجة. أوجد محصلة هذه القوة الثلاث، ثم أوجد اتجاه المحصلة. تمام، اداني هو القوة بتاعتي ثلاث قوة متساوية، يبقى الثلاث قوة اللي مديهم لي مقدارها 40 يا مستر سكل جراج. ما قال لي ثلاث قوة متساوية، يبقى الثلاث قوة متساوية في هذه الحالة يبقى هما 40، لو اداني واحدة 50 يبقى كلهم التلاتة 50. قال لي الزاوية بين الأولى والتانية مالها؟ بتساوي الزاوية بين الثانية والثالثة 60 درجة. وأنا بحل يبقى الزاوية بين الأولى والتانية هي هي نفس الزاوية بين التانية والتالتة 60 درجة. هوجد مقدار المحصلة، لا يوجد أي اختلاف عن المسألة اللي فاتت، لابد إن أنا أعمل المحورين محور السيني ومحور الصادي. عملت المحورين السينات ومحور الصادات، هبص هشوف ايه اللي انا هعمله بالنسبة للرسم بتاعي. طيب تعال نبص مع بعض، عملت محور السينات ومحور الصادات، تمام. قال لي الزاوية قوتين متساوية قوتين، والزاوية بينهم هيكون 60 درجة. لما يكون هنا الزاوية ما بين الأولى والتانية يبقى هي برضك القوتين بين الأولى والتانية تساوي الزاوية بين الثانية والثالثة.
يبقى الاولى والثانيه بينهم الزاويه كام؟ 60 درجه. تمام، بين الاولى والثانيه كام؟ 60، وبين الثانيه والثالثه 60. انا باقي من الربع الاولاني كام؟ 30 درجه، وهاخد من الربع الثاني كام؟ 30، يبقى خدت ال 60. المتممه للربع الثاني الباقي كام؟ 60. يبقى اخد هنا 40 جتا 60 درجة تقع على محور السينات، والعمودي اللي هو محور الصادات 40 جا 60 درجة. حللت القوة ما بين الأولى والتانية على محور السينات ومحور الصادات، وحللت القوة التانية ما بين محور السينات ومحور الصادات، أبتدي أجيب قيمة س. يبقى س بتساوي هنا 40 زائد 40 جتا 60 ناقص 40 جتا 60، يبقى بتساوي 40 زائد 40 في نص ناقص 40 في نص اللي هي ايه؟ جتا 60. طيب يبقى انا هنا في الاول اما اجي وانا بحلل القوه بين الاولى والثانيه، الاولى 40 والثانيه ها 40، يبقى حلتها بين الاولى وايه؟ والقوه الثانيه الثانيه. طب اجي هنا 40 زائد على 2 فيها الواحد على 40 فيها اللي ايه؟ ال 20، يبقى طلعت 20. 40 يبقى برضك في نص تطلع 20. ال 20 هتروح مع ال 20 بتساوي كام؟ محور السينات 40. طب ص محور الصادات 40 جا 60 زائد 40 جا 60. 40 في جا 60 بكام؟ بجز 3 على 2، زائد 40 في جا 60 بجز 3 على 2، يبقى هنا 20 جز 3 بعد الاختصار زائد 20 جذر 3، يبقى دي بتساوي كام؟ 40 جذر 3. في حالة الجمع اوعى تضرب الجذرين، اضرب الجذرين في حالة لو كانت الزائد دي عفوا يكون بينهم في، يبقى 40 جذر 3. يبقى انا بعد اما طلعت هنا القيمة بتاعت محور الصادات هبتدي اكتب مقدار المحصلة اللي قيمة س تربيع بتساوي 40 تربيع زائد قيمة ص تربيع 40 جذر 3 كل تربيع. 40 في 40 ب 1600، وهنا هنيجي نعمل ايه بقى لو طالب بيقرا 40 في 40 ب 1600 جذر 3 في جذر 3 هتطلع 3، هضرب 3 في 1600 اللي هي طلعت 4800. لو طالب عاوز يعرف 40 في جذر 3 كل تربيع هربع ال 40 لوحدها، 40 في 40 ب 1600، وعندي جذر 3 في جذر 3، جذر بجذر هيديني عدد، يبقى هي تديني ايه؟ 3. 3 في 1600 يبقى 4800، هجمع 1600 زائد 4800 هتديني 6400، الجذر التربيعي ل 6400 كام؟ 80، يبقى المحصلة هنا طلعت كام؟ 80 سق لجرام، ده مقدار المحصلة. ظ لام اللي هي ص على س، يبقى 40 جذر 3 على 40، ال 40 مع 40 تساوي جذر، ايه الزاويه التي ظلها جذر 3 اللي هي كام؟ 60 درجه. لو كانت 1 على جذر 3 يبقى كام؟ 30 درجه. لكن هنا الظل بتاعي طلع جذر 3، يبقى دي قيمه الزاويه كام؟ 60 درجه. يبقى انا عرفت من هنا هل في فرق ما بين المثال الاولاني والمثال الثاني. هو الفرق الوحيد اللي ما بين المساله دي والمساله دي التغيير في اتجاهات الزوايا، التحليل واحد، القانون واحد. يبقى انا بجيب س واجيب ص وبقول ح بتساوي الجذر بتاعي س تربيع زائد ص تربيع، وظل الزاويه بتاعتي اللي هو الظلام بتساوي ص على ايه؟ على س. يبقى انا ما بخترعش حل كل مثال بطريقه، لا، عاوزك تظبط نفسك بالنسبه لطرق الحل، تخلي محور السينات ياخد جتا ومحور الصادات ياخد ايه؟ الجا. اجمع واذا كان في ناقص هطرح، وبعد كده اصفي واطلع كلمه س، واجيب محور الصادات نفس الطريقه الموجب مع بعضه والسالب مع بعضه، واصفي الاثنين من بعض واطلع كلمه ص. بعد كده اقول مقدار المحصله ح، احط الجذر بتاعي، اربع كلمه س، واراعي ان انت بتربع جذر، جذر في جذر في عدد، في القيمة اللي قدامي هضربها فيه. يبقى بعد كده اما اجمع س مع ص
اجيب الجذر التربيعي بعد ما اجمعه للمقدار المحصلة، اطلع القيمة سواء طلعت 10 20، يبقى اقول الوحدة بتاعتها المحصلة دي بتساوي 40 ثقل كيلو جرام او 50 ثقل جرام او 50 نيوتن، يبقى حق الوحدة لازم تتحط في المحصلة. الظلام بحط صاد على سين، محور الصادات على محور ايه؟ السينات. اشوف القيمة بتاعتي ان انا ظل الزاوية بتاعتي اللي هي ظلام يبقى طلعت كام؟ هتبص هتلاقي سواء تطلع لي بالنسبة للزاوية 30 او 45 او بالنسبة للزاوية بتاعتي كام؟ 60 او ممكن تكون 120 او 90، عشان عندي التقدير نفسه كله كام؟ 8 زوايا. التقدير كله كام زاوية؟ 8. طب الـ8 دول صفر درجة، عشان اقفل الدايرة، صفر درجة، 30 درجة، 45 درجة، 60 درجة، 90، وبعد كده 180، 270، 360 تنطبق مع ايه؟ صفر درجة. يبقى صفر درجة لمحور السينات اللي على اليمين معاها 360 درجة، ده التقدير بالنسبة للزوايا كلها 8 زوايا. يبقى هنا دول لابد ان الطالب يكون عارف الربع الاول والثاني والثالث والرابع. يبقى هنا كده لابد ان انا هعرفهم، عشان مش هتعرف تحل المسألة الا عن طريق الزوايا الجا والجتا والظا. طب الظا عشان اجيب ايه؟ اتجاهها. لما يكون اتجاهها هنا ظل الزاوية بتساوي صاد على سين، تطلع الزاوية زي ما طلعت كده جذر 3. جذر 3 دي انا مش حافظ الزوايا اساسا، انا مش من اول مسألة مش هتعرف تحلها طالما مش عارف ايه الزوايا، عشان انا اساسا من الرسم احلله لمحور السينات وبعد كده اجيب محور الصادات، ولا عارف جا ولا جتها، اساسا مش هوصل لايه؟ لظل الزاويه اتجاهها هيكون جاي منين. يبقى كده وصلت انا لطريقه الحل، فهمت ان الرسم اساسا يبقى ما انا شغال، وبعد كده اخد الرسم ابتدي احلل كل مقدار لوحده، محور السينات لوحدها والصادات لوحدها. تعال بص في المثال اللي جاي. مثال 3، ثلاث قوى مستوية مقاديرها، يبقى القوة ثلاث قوى مقاديرها 60 و 88 و 60 ثقل جرام، تؤثر في النقطة الأولى في اتجاه الشمال. الحتة اللي أنا لسه كنت بقول عليها دلوقتي، الاتجاهات لو سمحتوا خلي بالك منها، الشمال على محور الصادات موجب فوق، والجنوب على محور الصادات سالب، والشرق على محور السينات موجب، والغرب اتجاه محور السينات سالب. يبقى دي عرفتها بطريقة اتجاه. لو انا كتبت الاتجاهات غلط من بدايتي يبقى المسألة كلها غلط، يبقى في حاجات وانا شغال بيها هتجبرني ان لازم اخد بالي منها، لان لو ما خدتش بالي منها ان المساله تطلع غلط. الاتجاهات مهمه جدا جدا جدا، والزوايا مهمه جدا جدا جدا. طريقه الحل في هذه المسائل اللي اعتمد على الرسم اساسا، مش هعرف اعمل سينات ولا صدى الا عن طريق الرسمه نفسها. تؤثر في نقطه الاولى في اتجاه الشمال، والثانيه تصنع 30 درجه جنوب الغرب، والثالثه تصنع 30 درجة جنوب الشرق. جنوب الغرب والتانية اللي هي التالتة يعني بتصنع جنوب الشرق، واحدة جنوب الغرب واحدة جنوب الايه؟ الشرق. يبقى انا هنا وانا بستخدم في جنوب الشرق وجنوب الغرب اراعي الاتجاهات. ومعلومة هقولها لك، الزاوية اللي بتتقال وينهي بيها جنوب الشرق يبقى هنا جنوب الشرق، يبقى الزاوية بتتحط في الشرق. جنوب الغرب اتجاه الغرب، يبقى الاتجاه اللي انا بنهي بيه وانا بتكلم هو اللي هيكون الزاوية اتجاه شمال الجنوب، يبقى الزاوية تتحط عند الجنوب. شمال الغرب يبقى هنا شمال الغرب، يبقى انا حسب ده يعني هو قال لي ايه؟ جنوب الغرب يبقى الزاويه تتحط عند الغرب، جنوب الشرق يبقى الزاويه تتحط عند الشرق. خلي بالك من الحتت دي. اوجد مقدار واتجاه محصله هذه القوه بالراحه. يبقى اداني ثلاث قوه 60 88
60 سوك لجرام. قال لي الزاوية الأولى في اتجاه الايه؟ الشمال، والثانية تصنع 30 درجة جنوب الغرب، والثالثة تصنع 30 درجة جنوب الشرق. نيجي نبص كده للاتجاهات بتاعتي عملتها ازاي. عملت انا محور السينات ومحور ايه؟ الصادات. يبقى انا لما اجي بستخدم محور السينات ومحور الصادات وانا شغال عليها ما هبش المسألة بس هحط الشمال الجنوب تحت على اليمين الشرق، اتجاه الشمال على المستوى محور السينات هو هيكون الغرب. ابتدي اشوف اول ما قال لي، قال لي هي القوة واحد، اول واحدة قال لي اتجاه الشمال. اتجاه الشمال يبقى اتحط فوق عند محور الصادات 60 درجة، تمام. تاني حاجة قال لي النقطة التانية ما بين القوة الثانية تصنع 30 درجة فين؟ جنوب الغرب، يعني جنوب دي واقع على ناقص صاد الغرب، يبقى اطلع على محور السينات يبقى الزاوية قريبة من محور السينات سالب، تمام. القوة الثالثة هتكون 60 درجة، قال لي فين؟ جنوب الشرق، من الجنوب عند محور الصادات سالب هتميل الزاوية تتحط قريبة من اتجاه الايه؟ الشرق. يبقى هنا هياخد محور السينات الجتا وناحية الغرب الجتا. احلل القوة واجيب محور السينات واجيب محور ايه؟ الصادات. تعال نشوف محور السينات 60 جتا، 60 جتا كام؟ 30. اروح الاتجاه بعد ملتقى النقطة ميم 88 جتا 30. طب ال 60 في جتا 30، جتا 30 بكام؟ بجذر 3 على 2. حطيت ناقص عشان ديت في النص الثاني من اتجاه الايسر لمحور السينات سالبه. 88 في جتا 30 بجذر 3 على 2. هختصر 2 مع ال 60 30 جذر 3، 88 مع ال 2 يبقى 44 ناقص 44، يبقى هنا ال 2 هيطلعوا كام؟ ها؟ ناقص كام؟ 14. يبقى القيمه سالبه، تمام كده؟ ناقص 14 جذر ايه؟ 3. طب نجيب محور الصادات. عندي في محور الصادات اللي اول قوه كانت اتحطت فوق في اتجاه الشمال كانت كام؟ 60 ناقص، ننزل للنص اللي عند اتجاه الجنوب اللي هو بتاع الصادات، ناقص كام؟ ناقص 88 جا 30 ناقص 60 جا 30. 60 ناقص 88 جا 30 بكام؟ بنص. ناقص 60 في جا 30 بنص، يبقى 60 نختصر النص مع ال 4 مع 88 هيدينا 44 بالسالب، وهنا عند 60 في نص تطلع سالب 30. هنجمع بس بإشارة سالبة، يعني ناقص 44 ناقص 30 ونطرحها من كام؟ من ال 60، يعني هنا هتبقى 74 ناقص 74 بالسالب، وناخد منهم 60 هتطلع ناقص 14. ليه حطيت الناقص؟ عشان مجموع ناقص 44 ناقص 30 يبقى ناقص 74 هي الإشارة والقيمة الأكبر، يبقى 60 ناقص 74 تطلع ناقص 14. هاخد هنا المحصلة بتاعتي في الحالة دي ح بتساوي إيه؟ جذر س تربيع زائد ص تربيع، يبقى ناقص 14 كل تربيع زائد هنا ناقص ناقص يبقى موجبة، يبقى 14 تربيع هتطلع لي 588 زائد 196 بتساوي كام؟ 784. 8 و6 14، 8 و9 17، 1 18 يبقى 1، 5 و1 6 يبقى كام؟ 7. الجذر التربيعي ب 784 هيكون 28، يبقى في الحالة دي إن ح بتساوي 28 سكل جرام. أجيب الظلام ص على س ناقص 14 على ناقص 14 جذر 3. أما طيب ناقص 14 مع ناقص 14 بتساوي 1 على جذر 3، يبقى إذا إيه هي قيمة ظل الزاوية أو ظلام اللي قيمتها 1 على جذر 3؟ في الحالة دي أنا لو كانت، أما قلت أما كانت جذر 3
كانت هي الستين. اما واحد على جذر ثلاثة اللي هي تكون ايه 30 درجة اللي هي قيمة الزاوية، يبقى دي تقع في اتجاه الجنوب الغربي، هتقع في اتجاه ايه الجنوب الغربي. يبقى انا هنا دلوقتي بالنسبة لمحصلة عدة قوة، انا عايزك تعرف بالنسبة للاتجاهات كويس جدا، وانت شفت المسائل ماشية ازاي، ومسائل سهلة بس الطالب عاوزه يعرف. اول حاجة لما تيجي تحفظ وانت شغال، لاحظ المسألة الاولى والمسألة الثانية والمسألة الثالثة نفس السيستم ماشي هو هو، المحاور هي هي، تحليل القوة سواء كان عن محور السينات او محور الصادات هي هي، بس الاختلاف الطالب ان انا عايزك تعرف امتى هنا الربع دوت هيكون سالب وامتى تقع في الربع ده هيكون موجب. لما اجي انا باخد القيمة الاساسية بتاعتي بالنسبة لمحور السينات ولا محور الصادات، النص الاولاني في محور السينات الاتجاه اليمين ده بيكون موجب، الربع الثاني بالنسبة للخط بعد ميم ملتقى النقطة تحليل بالنسبة السينات سالب هيكون سالب، اما محور الصادات في النص اللي فوق هيكون موجبة والاسفل هيكون سالب. ديت طبعا معروفة من ابتدائي، بس انا براجعها معاك عشان تبقى برضك بذكرك، عشان التحليل هنا هيفرق. ممكن الطالب ياخد محور السينات كله موجب، وممكن ياخد محور الصادات موجب، ما ينفعش. يبقى انا عارف امتى باخدها موجب في الاتجاه دوت في النص، النص الاولاني والنص الثاني ده سالب. نفس الطريقه في محور الصادات، النص الاعلى والنص الاسفل ده اخده ايه سالب. وبعد كده اشوف عمليه التحليل جو الجتا هتقع ازاي، سواء هنا جتا هتقع على محور السينات بواسطه متممات الزوايا عشان عاوز الطالب ما يتلخبطش. وبالنسبه لمحور الصادات اخده برضك بواسطه متممات الزاويه. يعني بتمم ازاي؟ يعني انا عندي الزاويه كلها كام؟ الربع الاولاني 90 درجه، الربع الثاني كام؟ 90 درجه. طب افرضنا انا جيت قلت لك ما بين الزاويه ما بين الاولى والثانيه 150 درجه، يبقى انا هاخد هنا الربع الاولاني كام؟ 90. يبقى انا عشان اكمل ال 90 اخد من الربع الثاني كام؟ 60. يبقى هنا ما بين الاولى والثانيه هنا خدت 150 درجه، المتممه للربع الثاني كام عشان الزاويه تقع بتبقى جت على محور السينات؟ 30 درجه. يبقى انا لما اجي احلل هنا هياخد الافق، اقول القيمه بتاعته مثلا 6 جتا 30، وياخد العمودي 6 جتا 30. يبقى انا خليت كل محور السينات دوت هيكون جتا، ومحور الصادات هيكون ايه؟ جا. دي مراعاه الحته دي مهمه جدا. تاني حاجه اما الاتجاهات، ارجو من الطلبه ان تاخد بالك بالنسبه للاتجاهات، عشان ممكن تحط لي عند محور السينات الشمال، طبعا هنا غيرت الاتجاهات كلها كده المساله غلط. يبقى هنا النقطه الاساسيه اللي تحط الشمال بتاعك بدايتك من محور الصادات عند اتجاه الموجب من فوق، ده الشمال اسفل الايه الجنوب، تخش على اليمين اللي هي محور السينات موجب الشرق على محور السينات سالب الايه اتجاه الغرب. اداني الزوايا، هشتغل الزوايا عادي جدا، الماده كويسه جدا وسهله جدا، بس عاوزك يعني دقق قوي ما تحفظش القوانين، افهم ازاي الاتجاهات، افهم طريقه تحليل القوه بحليلها ازاي، بعمل المركبه تحليلها على محور السينات ازاي، على محور الصادات ازاي. بدايه اما هتيجي في الاول بس هتبقى صعبه شويه، ابدا طريقه التحليل بالراحه، واذا كان في اشارات سالبه اشارات موجبه احفظ قيمه جا وجتا، ابتدي احلل هتلاقي المساله سهله جدا. المساله اللي جايه اللي هناخدها هتلاقي نفس اللي هي هي خدتها في المثال الاولاني الثاني الثالث. بقى ايه الاختلاف يا مستر؟ اللي هنا القوه دي بتختلف، الزاويه اللي بدالك بتختلف، او ديتالك بواسطه الاتجاهات شمال جنوب شرق غرب، بس اختلاف بس الايه القوه وحسب الاتجاهات اللي ادالك بالنسبه للزاويه. هل قيمه جا وجتا يعني اديت لك زاويه 30 زاويه 60 زاويه 45 حسب الاتجاه. تعال بص المثال اللي جاي بنعمل فيه ايه. المثال اللي جاي بيقول لي ايه، قوه مستويه مقاديرها 10 12 14. يبقى انا هنا عرفت القوه بتاعتي اما انا وانا باخدها 10 و14 بعمل فيها ايه ازاي. طيب القوه دي بعمل فيها ايه؟ الاتجاهات بتاعتي هيبقى 10 12 14 ثقل كيلو جرام في نقطة مادية، وإذا كانت الزاوية بين الأولى والثانية 120 درجة، وبين الثانية والثالثة 120 درجة أيضا، فأوجد مقدار المحصلة
لهذه القوة الثلاثة والزاوية التي تصنعها مع القوة الأولى. تعال نبص كده للحل، هنعمل إيه؟ ركزوا في المسألة دي. قال لي هنا الزاوية بين الأولى والتانية 120 درجة، وبين التانية الثانية والثالثة 120 درجة. أوجب مقدار المحصلة لهذه القوة الثلاثة، عاوز مقدار المحصلة لهذه القوة الثلاثة والزاوية التي تصنعها مع القوة الأولى. مفيهاش حاجة، سهلة وإحنا خدناها، وخدنا ثلاث مسائل وبقينا كويسين وفهمنا دلوقتي وبقينا شطار. نشوف المسألة يا مستر، نشوف مع بعض ونشوفها حلها إزاي. عملت المحورين، محور السينات ومحور الصادات، تمام. أول زاوية إداني ما بين الأولى والتانية 120، الربع الأولاني كام؟ 90. الربع التاني هاخد منه كام عشان أجيب 120؟ هاخد منه كام؟ 30. طب الباقي كام من الربع التاني المتمم ليه؟ 60 درجة يا مستر، تمام، اللي هي القوة بتاعتها 12. أحلل ال 12 على الزاوية القريبة للمستوى على محور السينات يبقى 12 جتا 60، والعمود ياخد ايه اللي بتبعد بعيد عن الزاوية ياخد الجاه، يبقى 12 جا ايه 60، تمام. والزاوية ما بين الثانية والثالثة 120. طب انا باقي لي 60 درجة من الربع الثاني، عشان اكملها 120 هاخد كام برضك؟ 60. يبقى الزاوية الكلية كام؟ 120. القريبة للمستوى الافقي للمحور السينات يبقى 14 جتا 60، والعمودي الزاوية بتبعد عنه يبقى 14 جتا 60. حللت كده تمام. هعمل ايه؟ هعمل ايه بقى؟ هاخد بالنسبة لمحور السينات وهاخد بالنسبة لمحور ايه؟ الصادات. تعال نشوف محور السينات 10 موجب ناقص تجاه النص التاني زي ما قلنا بقى وفهمنا 14. هنا 14 جتا 60 بكام؟ بنص. ناقص 12 في جتا 60 بكام؟ بنص. يبقى هنا 10، اختصر 14 على 2 فيها 7، يبقى سالب 7، خلي بالك من الاشاره. و12 على 2 سالب 6، يبقى هنا سالب 7 وسالب 6 يبقى سالب 13. يبقى 10 ناقص 13 الكبير السالب 13 تنزل اشارته بتساوي 3. وصب بتساوي محور الصداق 12 جتا 60 ناقص 14 جتا 60، يبقى 12 جتا 60 بكام؟ بجزات على 2. ناقص 14 في جتا 60 بكام؟ بجزات على 2. 12 على 2 فيها 6 جذر 3، ناقص 7 جذر 3 بتساوي ناقص جذر 3. هحط المعادله بتاعتي ان ح بتساوي س تربيع زائد ص تربيع ناقص 3 تربيع زائد ناقص كام؟ القيمه بتاعتي ناقص جذر 3 تربيع، يبقى 3 سالب في سالب بموجب، يبقى هنا كام؟ القيمه بتاعتي 9، جذر في جذر دي نفس العدد اللي موجود تحت الجذر يبقى 3، يبقى 12. طب ما ال 12 دي انا فكها، ممكن طالب يقول ايه؟ 2 في 6، طب ما ال 6 ما لهاش جذر وال 2 ما لهاش جذر، 3 في 4 ال 4 ليها جذر، يبقى جذرها تطلع بقى تحت الجذر 2، يبقى تساوي كام؟ 2 جذر 3 ثقل جرام. يبقى جبت كده مقدار المحصله. طب اتجاه المحصله اللي هو ص على س، محور الصادات على محور السينات، يبقى اجي هنا احط محور السينات ناقص جذر 3 على ناقص جذر 6، اشاره ترمح على الاشاره يبقى جذر 3، يبقى بتساوي كام؟ لام بتساوي كام؟ 30 درجه. تعالى بقى تشوف الرسمه هنا. انا عندي القيمه الاساسيه بتاعتي ناقص جذر ناقص 3 واقعه على النصف الايه اللي على اليسار في محور السينات، وعندي اللي ناقص جذر 3 واقعه على النصف اللي في الاسفل في محور الصادات السالب. يبقى في الحالة دي تقع فين؟ في اتجاه الجنوب الغربي، تصنع مع القوة الايه الاولى 210 درجة. انا عندي التقدير بتاع 180، وعندي قيمة الزاوية اللي وقعت عليها 30 درجة، يبقى القيمة الاساسية بتاعتي طلعت كام؟ 210 درجة. يبقى هنا الظلام بتساوي 210. يبقى انا عملت عملية تحليل، عرفت ازاي بالنسبة للمكملات للزوايا، وازاي انا ابتدي
اكمل واتمم الزاويه بتاعتي. ما كل ربع من في العمليات محور السينات ومحور الصدى الطريقه التحليليه بتاعتها كام؟ 90 درجه، ما هو 4 ارباع ب 360، يبقى الربع الواحد ب 90. اشوف انا الربع الثاني هاخد منه كام عشان ازاي؟ لو اداني 120 90 واكمل 30 يبقى 120. طب اقول اداني 150 يبقى 90 و60 بقى تديتني 150. يبقى انا هنا بقى وباجي بعد كده المتممه للزاويه، يبقى دي اللي هيقع عليها ايه؟ القريبه من المحور السينات هتبقى ايه؟ جتا. والزاويه بتبعد، يبقى كل ما بعدت عن الزاويه هياخد العمودي ايه؟ جاي. تعال نشوف المثال اللي جاي ده. مثال كويس جدا وركز فيه كويس، يا ريت تاخد بالك معايا. قال لي هنا القوه 25 و20 و40 و20 ثقل جرام. ثقل جرام. ثقل 10 سوري. ثقل 10 تؤثر عند في الاتجاهات، تؤثر في نقطة ألف في الاتجاهات ألف ب وألف ج وألف د وألف ه. فإذا كانت زاوية ب ألف ج بتساوي 30 درجة وب ألف د بتساوي 90 درجة، وعندي زاوية ب ألف هنا ب ألف ه بتساوي 150 درجة، عاوز أشوف هنا بالنسبة أثبت بقى أن محصلة هذه القوة، المحصلة هذه القوة تساوي 65 ثقل طن. يعني المحصلة لما هتطلع لي بالمضمون اللي أنا بقوله لك هتطلع كام؟ 65 ثقل طن، لازم تطلع 65 ثقل طن. وأنها تصنع مع القوة الأولى زاوية جبهة كام؟ 12 على كام؟ 13. يعني قيمة جبهة يعني جاه الزاوية. لو قال لي جيب تمام يبقى جت الزاويه، وظل الزاويه يبقى ايه؟ ايه الظا. هاجي انا هنا دلوقتي اشوف الرسمه والمساله هنعمل فيها ايه. اول حاجه قال لي هنا الزوايا بتاعتي، قال لي اول حاجه الزاويه ب الف ج بتساوي 30 درجه، يبقى زاويه ب الف ج 30 درجه. تمام. القوه بتاعتها كام؟ ها اللي هي كام؟ 25 درجه بين الاولى والثانيه، يبقى اول قوه وقعت عند ب اللي هي 25، الاولى والثانيه يبقى 20 درجه، والزاويه الثانيه هتكون واقعه ايه؟ يلا ب ا د ب ا د كام؟ 40، هتقع على العمودي للزاويه 90 على د يعني. طيب والزاويه الثالثه ب ا ه، ب ا ه بتقع كام؟ 150 درجة. يعني خدت من 90 وكملت عليها 60 يبقى 150، الباقي كام المتممة للزاوية في الربع الثاني؟ 30. يبقى هنا في الحالة دي ال 20 هتتحلل على الأفقي جتا، وعلى العمودي في محور الصادات هتحلل إيه؟ جا. تعال نحلل محور السينات 25 زائد 20 جتا 30، الاتجاه الثاني هكون سالبة، يبقى 20 جتا 30 يبقى 25 زائد 20 في جتا 30 بجذر 3 على 2 ناقص 20 في جتا 30 بكام؟ بجذر 3 على 2. يبقى هنا 25 زائد على 2 مع ال 20 فعلى 10 جذر 3، وهنا على 2 مع ال 20 تساوي 10 جذر 3، دي واحده بالموجب واحده بالسالب هيروحوا مع بعض. يبقى هنا هنلاحظ محور السينات ان قيمه السين هتطلع 25. اللي عملته في محور السينات هعمله في ايه؟ في محور الصادات. ص بتساوي 40 زائد 20 جا 30 زائد 20 كام؟ جا 30. 40 زائد 20 جا 30 بنص زائد 20 في جا 30 بنص، اختصرت 40 زائد 20 مع على 2 في 10 و20 على 2 في 10، يبقى هنا 40 زائد 10 زائد 10 بتساوي 60. يبقى اذا ح بتساوي جذر س تربيع زائد ص تربيع، يبقى هنا في الحلقة دي بتساوي كام؟ 625، أما ربع 25 في 25 625، و60 في 60 ب 3600 يبقى 4225. الجذر التربيع 4225 تطلع 65. أجيب ظلام. قيمة ظلام بقى تطلع إزاي؟ ص على س. القيمة بتاعتي تطلع 60 على 25، يبقى أنا طلعت كده. هو كان قال لي اثبت إن محصلة هذه القوة تساوي 65 ثقل طن. طلعت 65 ثقل طن. وقال لي وانها تصنع مع القوه الاولى زاويه جبهه كام؟ 12 على 13.
اما اجي اقتصر ص على س تطلع لي 12 على 5، يبقى ده الضابط ساوي مقابل على مجاور. اجي انا هربع 112 تربيع 144 زائد 100 زائد 25 5 تربيع، يبقى جذرهم 169، يبقى جذر 169 كام؟ 13. يبقى انا عندي الجذر زاويه هنا اللي مقابل على وتر، المقابل على الوتر يبقى بتساوي 12 على كام؟ 13. يبقى انا كده اخدت الايه؟ القيمه بتاعت الاساسيه وجبتها. النهارده غطينا بالنسبه لمحصله عد القوه، يا ريت تراجع القانون كويس جدا، مقدار المحصله واتجاهها، وتعرف الاتجاه شمال جنوب شرق غرب، واعرف قيمه الزاويه، واعرف الربع الاولاني الاتجاه اليمين ده بيكون موجب، والربع الثاني اللي بيكون على محور السينات سالب، واجي برضك على محور الصادات بالنسبه للجزء الاعلى موجب والجزء الاسفل في الصادات ايه؟ سالب. وعرفت ازاي اتجاه الشمال اللي هي عند محور الصادات موجبه والاسفل بيكون سالبه، وبالنسبه هنا موجب وسالب، والسينات نفس الطريقه. اراجع بقى القوه واعرف ازاي الدوال المثلثيه. وكده غطينا الحلقه، واشكركم والتقي بكم الاسبوع القادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.